يبدو أن الصيف تخلى عن أبويته بعدما كان يطلق عليه بأبي الفقراء. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة رافقه نقص في تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية مع تسعيرة الأمبيرية التي وصفها أغلب المواطنين بالمجحفة، إذ بات الأمباريون يحتاجون إلى متطلبات تخفف من شدة الحر اللاهب، حالة أوصلت الجميع إلى أعلى درجات التذمر والامتعاض، مما ذاقوا ضرعا بوعود لم تتحقق منذ عقود. الآن أريد كل شيء، وغصبا عني مسؤول يوفر لي كل شيء، لأن أنا اللي نصبتك وأنا اللي خليتك بالموقع هذا. المواطن من يريد الشيء مو بكيفه. أنت مثل قبل سنة أو ما أعرف يا موسم إجانا 6 أشهر أو 7 أشهر، كان المحافظ يغذي المولدات بالغاز ومنطي صلاحية لأبو المولد بس ياخذ مال الغاز، والفقير قاعد و 3000 4000 دينار المولد. زين احنا سنجي كل شهر 3000 الى 5000 الى 19000 على اساس وعين في العداد تضرب وهي تطلع 14، 5000 المن زياده، صرنا معضله. كانت 24 ساعه ماكو وطنيه، كنا ندفع 25000 24 ساعه. هسه وطنيه تجي متقطعه واخذوا من عندنا ب 20 ولا 19 امبير. زين فارجو من الدوله محافظة الأنبار سيد المحافظ بس يوفر لنا غاز المولدات على الأقل شوي يقل السعر. هذا نطالب بموضوع الكهرباء. زين ضيف انت الفقير اللي قاعد اللي ما عنده شغل اللي مهجر اللي قوته اليومي نفس الوقت، يعني منين الناس تجيب 19 خوي 4 امبيرات 8000 منين تجيبها؟ مراقبون خاطبوا أصحاب المولدات ليكونوا عونا لهم، وهو هم آخر يضاف إلى هموم أثقلت كاهل العراقيين، فضلا عن إيجاد حلول سريعة نتيجة التسعيرات الأخيرة للأمبير، خصوصا مع وصوله إلى 19000 وما رافقوا ذلك من أزمات. الأمر الذي استوجب تشكيل لجنة تتولى مهام تعديل التسعيرة وفقا ما يتلائم وقدرة المواطن، التي ينتظر المواطن النتائج التي ستضعها. عند الحديث عن أزمة المولدات وإجورها في مدينة الرمادي ومحافظة الأنبار، أرى لزاما علي كمواطن وعندي عائلة إجور المولدات أحدث ضجة تذمر واستنكار وشجب من قبل الأسعار اللي ارتفعت خلال هذا الشهر بعد مرور 3 أشهر على أزمة جائحة كورونا. لذلك المواطن ساد محله وما يشتغل وما عنده إجور، منين يجيب إجور مولد؟ كل بيت يراد له 200000. لذلك هذا هم جديد للمواطن، أرى من المناسب أن أخاطب السيد المحافظ أن يوفر غاز مجاني محافظات حررة لكي نعود بالصيغة الحقيقية لأبناء الأنبار وجور خفض أسعار المولدات. وأوجه رسالتي لأصحاب مولدة بأن يكون أكثر عون المواطن. حالة من الإسياء تنتاب الأنباريين بسبب تردي الواقع الكهربائي وزيادة ساعات الانقطاع وارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يفاقم الضغط النفسي والمالي على الأهالي. من الأنبار، نور الدين العبيدي، قناة التغيير.